هرجع لحضرتك في النقطة دي، ولكن ناخد رأي طبعا أستاذة سهام. إزاي نغرس في أولادنا فكرة التكامل، إنه أنا بكمل الرجل والرجل بيكملني، إنه مفيش رجل كامل ومفيش امرأة كاملة، إحنا الاتنين بنكمل بعض. إزاي نقدر إن إحنا في ظل طبعا التحديات الموجودة اللي ذكرتها دكتور عزة، السوشيال ميديا في بعض الأحيان، الدراما قديما وحديثا، دراما طبعا، والأفلام، إزاي نغرس فكرة إنه لأ إحنا جايين نكمل بعض، مش جايين علشان يكون في تنافس أو صراع أو ما إلى ذلك، لأ إحنا مكملين لبعض. هي طبعا أعتقد إن هي يعني العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة هي علاقة تكامل، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلقهم خلقهم لتعمير الكون، وبالتالي هي علاقة شراكة تكامل يعني منذ بدء الخليقة. وأعتقد وطول المسيرة الإنسانية دائما المرأة كان ليها دور عظيم. وعايزة أقول لحضرتك أن يعني حتى لو هنبص في التاريخ المصري القديم هنجد أن المرأة في عصر الفراعنة وفي هذه الفترة كان ليها دور كبير جدا، كانت حاكمة، كانت أميرة، كانت ملكة، يعني في أدوار كثيرة جدا للمرأة. والمجتمع الحضاري يعني احترم وجود المرأة وتواجدها في هذه الأماكن، لدرجة أن الآلهة كانت بعض الآلهة بتسمى بأسماء أنثى يعني. وبالتالي يعني المجتمع أعتقد أني ممكن تكون ثقافة معينة واردة هي اللي أدت إلى موضوع الفجوة ما بين الرجل والمرأة. بس زي ما حضرتك بتقولي الجيل إزاي نربي التربية من خلال بقى أدوات التربية اللي تبدأ من الأم اللي هي لا تفرق بين البنت والولد. صحيح. الحاجة الثانية المدرسة. المدرسة زي مناهجنا في المدرسة تعمم فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، لأن البنت زي الولد والاتنين بيكملوا مسيرة إنسانية واحدة.